هذا وشارك أعضاء من مجلس الشورى وممثلين عن البرلمان العربي في حفل إطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة والندوة المصاحبة التي تناولت تمكين المرأة العربية والخليجية ودور البرلمانات في صياغة مستقبلها. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من أبوظبي سعادة السيد عادل العسومي، عضو مجلس النواب، نائب رئيس البرلمان العربي. مساء الخير سعادة النائب، نتكلم عن الوثيقة العربية لحقوق المرأة التي تعد وثيقة جامعة لحقوق المرأة في العالم العربي، هل تحدثنا أكثر عن هذا الموضوع؟ مساء الخير أخوي العزيز. طبعا تعتبر هذه الوثيقة وثيقة استرشادية جامعة لحقوق المرأة، يمكن للدول العربية أخص البرلمانات استرشاد بها عند إعداد أو تحديث تشريعاتها الوطنية ذات الصلة، وذلك لعدة أسباب أهمها انسجام الوثيقة مع أحكام الاتفاقيات والمواثيق العربية والدولية في مجال توعية ودعم التمكين وتمكين المرأة، وأهمها الاتفاقية العربية في شأن حقوق المرأة العربية العامة الصادرة عام 1976 والميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر عام 2004 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 1979. وأيضا جاءت الوثيقة بشكل عربي يتناسب مع الهوية العربية للمرأة، إنها وثيقة جامعة لحقوق المرأة العربية تأكد على تنشئة المرأة العربية لاعتزاز بانتمائها الوطني العربي. طبعا مملكة البحرين تعتبر يعني نموذج جدا متقدم في تمكين المرأة، هذا ما احنا تبنيناه في كبرلمانيين عرب، لأن استشهدنا بالتجارب العربية التي تعتبر متقدمة والتي قطعت صوت كبير في دعم تمكين المرأة. طبعا هذا كله يأتي دعم الكبير الذي يقدمه جلالة الملك المفدى، طبعا صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيسة بنت إبراهيم التي لها الدور الأكبر في دعم تمكين المرأة، وأن هي تكون الآن تتساوى مع المرأة مع الرجل في الفرص والإمكانيات، وأن هي قادرة الآن على أن تخرج وتعطي وتبدع وتعطي كل ما لديها في خدمة المجتمع والوطن. نعم، من أبو ظبي سعادة السيد عادل العسومي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي، شكرا جزيلا لك.